هنصور الفيديو ولا هنفطر الاول؟ لا نفطر الاول. ايه اوبو اف 5 ولا ميت 10 لايت؟ اكتر تليفون نفسك تجيبه في 2018؟ السؤال اللي بعده من ديمبو وير او دبليو ار. اسم البرنامج المونتاج اللي بتستخدمه ونوع الكاميرا اللي بتستخدمها. اسم البرنامج بتاع المونتاج بستخدم ادوب بريمير سي سي، والكاميرا زي ما قلت قبل كده بصور بالموبايل. السؤال اللي بعده من بلال تامر. حاجات ادوبي كلها بتعمل ايه اللي هي ادوب بريمير وافتر افكتس وغير، ينفع تقول خصائصهم؟ اوكي ده سؤال حلو جدا. الكوليكشن بتاع الادوب كلها او الادوب فاميلي كلها، كل حاجه فيهم بتعمل حاجه معينه. يعني ادوب بريمير دوت اللي بستخدمه بيعمل مونتاج للفيديوهات، افتر افكتس ممكن اعمل عليه مثلا انترو، برضو بيعمل اديت او افكتس للفيديوهات لكن بطريقه احترافيه اكتر، حاجه في شبه فوتوشوب بتعمل اديت للصور. لكن الكوليكشن بتاع ادوب مش حاجه ولا اتنين، لكن هي حاجات كتير جدا وكل واحد فيهم بيعمل حاجه معينه. سؤال من ارساني. ايه احسن موبايل بين 3000 لغايه 5000 جنيه؟ لو بالمصري فهروح مع الواوي جي ار 5 2017 ب 4000 وشويه. سؤال من ياسين يوتيوب محمد. عندي سؤال لو سمحت، عايز اعرف ايه الادوات اللي ممكن احتاجها لعمل يوتيوب ومنين اقدر اشتريها. الادوات اللي انت محتاجها بكل سهوله هي كاميرا يكون فيها ميكروفون، كاميرا موبايل، كاميرا لابتوب، اي كاميرا، ومحتاج بس جهاز تنزل عليه الفيديو على اليوتيوب. غير كده فعلا مش هتحتاج اي حاجه عشان تبدا. وطبعا على حسب الفلوس اللي معاك، يعني لو انت معاك فلوس كتير جدا اكيد روح هات كاميرا واشتري ميكروفون احترافي وصور. لكن عشان تبدا ممكن تبدا باي حاجه، كاميرا موبايل، كاميرا اللابتوب بتاعك، اي حاجه. حتى نحط دلوقتي ميكروفون السماعه زي ما انتوا سامعين صوتها كويس جدا، ففعلا تقدر تبدا باي حاجه وبعد كده تقعد تطور من نفسك. وتشتريها منين؟ على حسب المكان اللي انت فيه. لكن اللي اقدر اقوله لك ما تشتريش حاجه من جوميا. يا جماعه بجد انا جربت جوميا وفعلا اسوأ موقع ممكن تجيب منه منتجات. لو انتوا عايزين احكي لكم ايه اللي حصل اكتبوا لي في الكومنتات تحت وانا هعمل فيديو مخصوص احكي لكم ايه اللي حصل معايا، لكن فعلا هو موقع مش كويس خالص. السؤال اللي بعده مين؟ عمرو امين. انت في سنه كام وفي مدرسه ايه؟ انا عندي 15 سنه تالت اعدادي وفي مدرسه فرنسكانا وقير. السؤال اللي بعده من جرجس حكيم. طبعا كلكم عارفين عملت معاه فيديو قبل كده. بيقول لي صباح الفل، من وجهه نظرك ايه هو افضل فلاجشيب السنه ديت؟ سؤال صعب اهو. لا طبعا مش سؤال صعب. كان احسن موبايل من وجهه نظري هو النوت 8، لكن لو في ناس ما سمعتش الخبر دوت، النوت 8 كمان في مشاكل في البطاريه اكتشفوها من قريب. فصراحه دي حاجه خليتني اتجنب الموبايل دوت، لان برضه الموبايل اللي فات من سامسونج النوت 5 الله يرحمه كان برضه اتسحب من السوق و يعني الله يرحمه. فدي حاجه خلتني اتجنب شويه بصراحه النوت 8. فممكن اروح مع الايفون 10 او الايفون اكس ومع البيكسل 2 اكس ال، ممكن دول يكونوا احسن موبايلين. السؤال اللي بعده من جي جي 4 تي. ازاي انت اشتريت الترايبود؟ الترايبود اشتريته من اسكندريه. لو انت من اسكندريه زي ما قلت محطة الرمل حاجات زي الفل. السؤال اللي بعده من عبد الله خميس. بتحب مين من اليوتيوبر بتحب مين من اليوتيوبرز؟ كتير قوي. السؤال اللي بعده من حوده. بتحبني؟ بص هو اكيد بحب كل الناس، اللي بيدعمني بحبه، اعمل سبسكرايب وهحبك، فاكيد اي حد هيعمل كده هحبه. لكن يا جماعه لو حد ما لقاش سؤال ما يتضايقش، عشان ممكن يكون كتبه بعد الميعاد اللي انا صورت فيه الفيديو دوت. نكون وصلنا لاخر الفيديو. دي كانت كل الاسئله اللي انتوا كتبتوها. فانا يا جماعه شكرا جدا على الاسئله ديت، انتوا فعلا فرحتوني بالاسئله ديت، ما كنتش متوقع خالص ان كل الاسئله دي تتكتب. شكرا ليكم وشكرا لكم على السنه اللي فاتت ديت، فعلا كانت سنه حلوه بالنسبه لي، يا رب تكون كانت سنه حلوه بالنسبه لكل واحد فيكم. كان كون وصلنا لاخر الفيديو. شكرا عشان شفتوا الفيديو يا جماعه، والكومنت بتاع الفيديو اللي فات يروح ليه ديفيد. شكرا ليفيد على الكومنت الحلو دوت.
شرحتني جدا. اكون وصلت اخر الفيديو، شكرا على شفت الفيديو. يلا بقى نعمل بعد، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.